السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكم مبروكة؟ مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم. اليوم حنا بعاد على الملاعب والمدرجات، حنا في رفقه اللاعب اشرف مرزاق ابن فريق الرجاء البيضاوي، وما نساوش انه نزم فريق وداد فاس اللي قدم مباريات وبطولات نقدر نسميهم في اللقاء الاخير امام النهضه البركانيه برسم نهائي كاس العرش، وهذه يقدم لنا الافراد العائله ديالو اللي بمناسبه ذكرى المولد النبوي، الكل شي مجموع في اجواء عائليه رائعه واللي غادي يتابعوها معنا. اول حاجه كنبغي نقول لكم يا مرحبا بكم، داركم وسط عائلتكم، الحمد لله حنا خوت. اول حاجه تنبغي نقول هي عيد مبارك سعيد على جميع الامه الاسلاميه، اللي دخل عليكم الصحه والسلامه وراحه البال وباش ما تتمناو، وبطوله العمر لوالديكم وبالرحمه لوالدي اللي ماتوا ان شاء الله، ومرحبا بالطاقم كامل، وكنرحب بكم وسط العائله ديالي اللي ما فيهاش ناس برانيين، كاينين خوالاتي، كاينين مدام، كاينين نسابي، كاينين نساب خويا، كاينين خوالي، مرحبا بكم، وكنعاود نجدد بكم الترحاب بهذه المناسبه هذه، ومرحبا بكم في داركم. الغياب ديال الابوين اللي كنا نتكلم عليهم في الكواليس، فين هما؟ بيان سور ما نسيناش الوالدين، هما خارج الديار المغربيه في زيارة الأخ ديالي اللي كنبغي نقول ليه من هذا المنبر هذا مبروك الزيادة، المولود الجديد عمران، يدخلوا عليك إن شاء الله والله يكبروا في عزك وتشوفوا كيف ما كتمنى، وكالله يوصلهم على خير ويجيبهم على خير إن شاء الله. ان شاء الله يا ربي. مازال غادي نرجعوا لك اشرف. على اليسار ديالي سي الوزاني، واحد من العناصر المهمه في داخل العائله وصاحب الرزه بطبيعه الحال، وهادشي كيفاش كدوز هذه الاجواء العائليه مع الفاميلي؟ واك الحمد لله ونشكروا على هذه الاجواء الحمد لله اللي خلاها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه الحبيب وسلم، اللي هي جمعتنا في هذا النهار المبارك مع سي اشرف، كيشرفنا وشرفنا في كره القدم، وخلانا تبعناه بواحد الروح، يعني هو كيقاتل في الملعب وحنا كنقاتلو في التلفازة يعني كنشوفو، والحمد لله وشكر لله لأنه واحد إنسان خلوق هو ومتربي تبارك الله عليه، ونعم الخلق عندنا في الدار ولا في العائلة ولا في الحي ولا في كرة القدم أنه كيلعب بجدية. هذا هو سي أشرف مرزاق. نرجعوا للأجواء ديال العيد أشرف، الذكريات اللي مازال يعني عاقل عليها واللي كتشوف الآن ما تفارقكش في الصغر ديالك، كنعرفوا بلي فلوس العيد وحوايج العيد مسألة اللي ما الواحد ما كانش يعني كيفرط فيها، أشنو الحاجة اللي بقيتي عاقل عليها في هذه المناسبة هذه؟ واش نقول لك مناسبه ديال العيد راه كلهم ضحك في الصغر، حيت كنت فعلا مشاغب، راه ما درت العقل واقيلا حتى درت 18 عام 19 عام هذا باش درت العقل، ولكن الحمد لله في الطريق المستقيم ماشي في داك الشيء ديال الخايب ولا في البلية ولا في شي حاجه، اللهم لك الحمد. كنت مشاغب، كنت كنحقر على ولاد العائله فلوس العيد، هذاك كندي لهم ديالهم ضروري، هذاك الشيء ما تحتاجش عليه، ديما مضارب مع ولاد العائله ومضاربين معايا على قبل فلوس العيد، كندي لهم ديالهم حقا، اجي انا عندي جوج دراهم واحد عنده 10 دراهم، اجي نخلطوا ونقسموا بجوج، كيبقى هذاك الشيطين ديال الكره كنا كنديروه حتى مع العائله. الوسامه ومع الاخلاق يعني كتبان درويش ربما في صغرك، انا بدا تفاجئتيني. والمظاهر خداعه ولا كنت واخا الجواج دابا وكل شيء، ولكن الصغر كنا كنطيروا شويه. شنو الذكرى في العيد اللي جمعتي حصيصه مزيان؟ ما عمري جمعت حصيص، انا قلت لي كنشدها كنقصد مول الطون والحرور، كيكون كنمشي نقلب على كاع مولين الطون والحرور فين ما كانوا كنمشي نقلب عليهم. ما نكذبش عليك انا كنت الصغر ما كنت قلت لي جديتها ما كندخلش بها، واخا ما عرفتش شحال يعطيوني،
يا الوالدين بعد مرات يقولوا لك راه خبي لك بعدا، ولكن ما كانش كيقول لبني حتى شي واحد. فينا يا الصناديقه كنت كنديرها مع 10 الصباح الخمسه كتلقاني كنهرس فيها. تبارك الله عليك اشرف، يعني رساله اخيره اللي تقدر توجهها للمشاهدين المحبين ديالك. اول حاجه كنبغي نوجه رساله للناس اللي معايا في الدومين اللي باقيين صغار اللي يلا طالعين، نيزيتي با كون كوراجو، خذ تحديات في حياتك، ما تنجحش في واحد الفرقه هز ساكك هز صباطك، سير لفرقه اخرى برز الموهبه ديالك غتوصل واحد النهار. وبالنسبه للجماهير ولا لاي واحد كيعرف اشرف مرزاق من هذا المنبر هذا، كنبغي نقول لهم شكرا بزاف، شكرا الناس اللي ساندوني، واخا غير بكلمه واخا غير بنصيحه، حيت اي حاجه تتقال في حقك زوينه كتعطيك واحد دافع انك تبدا لواحد دوبل افور. بار كونتر الا كان انتقاد كيخليك عاوتاني دير تريبل افور. شكرا لاي كلمه تقالت، حيت النقد سواء بناء سواء ماشي بناء كيبقى في الودن وكدير به، حيت اي لاعب الا ما كانش راسو صغير وكيتقبل النصائح كيف كيتقبل النقد ما عمرو غيوصل داكشي اللي بغا. وشكرا بزاف لكاع الناس اللي تعرفوني، وشكرا للعائله ديالي اللي حضروا معايا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الشمال يبقى مجموع ديما ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.